وللحديث أكثر عن الحملة الإغاثية التي قامت بها مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية في مخيم ليلان الأول شرق كركوك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من التأميم منسق المؤسسة السيد وسام توفيق. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بكم. لو تحدثنا بداية عن هذه الحملة التي قمتم بها مؤخرا في مخيم ليلان لو سمحت. تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. أخي العزيز، وزعت مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية المنح المالية على العائلات الناجحة في مخيم ليلان الأول الواقع شرق مدينة كركوك. وشملت هذه الحملة التي قدمتها مؤسسة العراق المنح المالية ل600 عائلة ناجحة من مناطق مختلفة من المحافظات التي شهدت نزوح العائلات، كمحافظة صلاح الدين والموصل وديالة وكركوك. وتأتي هذه الحملة التي تقدمت بها مؤسسة العراق الدولية ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المؤسسة في شهر رمضان المبارك، لتعين تلك العائلات الكريمة على تلبية بعض يعني احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك. نعم. طيب، هذه ليست الحملة الأولى لكم في هذا المخيم، هناك حملات أخرى سابقة. كيف وجدتم وضع الأسر ولا سيما مع جائحة كورونا وأننا نعيش أيضا في شهر رمضان المبارك؟ حقيقة وضع العائلات داخل المخيم وخاصة بسبب جائحة كورونا يعني وضع مأساوي، لأن أغلب هذه المخيمات حقيقة تقع خارج المدن الرئيسية، فبعد هذه المخيمات عن المدن الرئيسية سبب إرباك لهذه العائلات، هذا أولا. ثانيا، قلة الدعم يعني الحكومي لهذه العائلات، وكذلك قلة دعم المنظمات الإنسانية والإغاثية في تلبية يعني بعض احتياجات تلك العائلات، وخاصة يعني في ظل هذه الجائحة، وكذلك يعني في فصل الصيف الحار هنالك معاناة كثيرة، يحتاجون إلى مستلزمات طبية، يحتاجون إلى مواد تعقيمية، يحتاجون إلى مواد إغاثية غذائية، وكذلك يحتاجون إلى المواد أو المنح المالية. ونحن يعني حقيقة كان اختيارنا في هذه الحملة بتوزيع المنح المالية هو لسد بعض احتياجات تلك العائلات، وذلك بقرب عيد الفطر المبارك. نعم. هل هناك خطط مستقبلية لديكم لمزيد أو لإدامة هذه المساعدات؟ إن شاء الله الخطط المستقبلية يعني حقيقة تكون وفق الآليات والاحتياجات التي تصلنا أو تصل إلى إدارة المؤسسة، وهذا يكون بالتنسيق مع إدارات المخيم وكذلك مخيم ليلان الأول. ونحن بإذن الله تعالى بعد هذه الوجبة الأولى سوف تليها في الأيام القريبة القادمة وجبات أخرى لاستيعاب جميع تلك العائلات في مخيم ليلان الأول، والبالغ عددهم أكثر من 1400 عائلة. شكرا لك السيد وسام توفيق، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية.